بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سائل يسأل: ما حكم التوسل بالميت؟ ما هو التوسل؟ وما الفرق بين الحي والميت؟ أجبنا عن هذا مرات وكرات، ولكن التوسل ما هو؟ أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة من الوسائل. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. هناك أشياء لم يقع فيها خلاف، مثل التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت به السنة ثبت بالسنة، ولا أعلم خلافا في جوازه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقي المسلمون على ذلك دهرا من الزمان، على البراءة الأولى: النبي أجاز التوسل، ذكره للأعمى، لقنه للأعمى، والأعمى فعله، والمسلمون ساروا على هذا المنهج، إلى أن ظهر ابن تيمية فافترض أن التوسل في حياة النبي لا يجوز، واختلف مع العلماء ورد على العلماء وردوا عليه. طيب، هذا الخلاف في المسألة إلى يومنا هذا، يعني كتب الحنفية مثلا تذكر لك في صيغة صلاة الحاجة، راجع مثلا مراقي الفلاح، حديث الأعمى. فالتوسل أصلا ليس فيه شائبة شرك. لماذا؟ لك تقول: يا رب يا رب، بجاه سيدنا محمد. من أين جاء الشرك؟ أنت تقول يا رب. والمادة: وابتغوا إليه الوسيلة. مادة وسلة، هذا مجمل وهو لغة. لغة، كيف عرفنا الوسيلة وأن التوسل داخل فيها؟ بقول الصحابة، قالوا: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك. جاءت حادثة هي شبهة ابن تيمية الكبرى. ما هي شبهته؟ أن الصحابة توسلوا بالعباس فقال: كيف يتوسلون بالعباس والنبي موجود عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا الدليل من أضعف ما يكون. لماذا؟ أولا، هذا من دلالة المفهوم، بل أقول حتى مفهوم ضعيف، يعني مفهوم اللقب حتى. لماذا؟ نتوسل بنبيك، تمام؟ فهم منها ابن تيمية أنا كنا نتوسل بنبيك، وها نحن نتوسل بعم العباس. فهم منه أنه لا يجوز التوسل. ما هو غاية ما تثبت هذه الحادثة؟ جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. الفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن نتوسل بالمفضول مع وجود الفاضل؟ هذا ما ذهب إليه الجمهور، ونص الإمام أحمد على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي القضية التي يخفيها الوهابية عمدا، ويزعم بعضهم أنهم حنابلة. حتى وجدنا تسجيلا للألباني شاع وانتشر قبل شهر من الزمان، وانتشر في كل مكان، يصرح فيه أن هذا مذهب الإمام أحمد. طيب، كيف تقولون نحن على طريقة السلف ونحن لا نخالف السلف؟ يعني الإمام أحمد كان مبتدع؟ ألستم تقولون في كل صباح ومساء الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ طيب، هذا إمام أهل السنة والجماعة يقول بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصرح الألباني يقول: حتى وإن صح عن أحمد لا نقول به. إيه، ماشي، نكون وهابية. بغير هذه الطريقة لا تكون وهابية. لاحظ، نتوسل بالعباس، كنا نتوسل بنبيك، ولا نتوسل بعم العباس. لماذا العلماء قالوا التوسل بحياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن وفاته؟ لماذا؟ قالوا: ننظر للسبب والعلة، ما هو مناط التوسل. إذا كان مناطه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرتبط بها في أحكام متعلقة بحياته الشريفة، أحكام عديدة.
أحكام شرعية مرتبطة بحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا ماذا؟ السهم في الغنائم، أن لله خمسه وللرسول. أين سهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب محله هذا، فهو مرتبط بحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل التوسل مرتبط بحياة رسول الله فيزول بعد زوالها، أو هو مرتبط بمكان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميع العلماء على أنه مرتبط بمكان سيدنا رسول الله. طيب هل مكان سيدنا رسول الله تزول بعد وفاته؟ حاشا وكلا. وأغرب من هذا الذي يقول هو الشرك، طبعا ليس كل الوهابي يقول الشرك، أكثرهم يقول بدعة، في الزمان الماضي يقول الشرك، الآن أكثرهم يقول بدعة لكثرة الأدلة التي جاءت، ما شرك كبيرة. أطرف أقوالهم من يقول هو شرك، طيب وفي حياته حلال، الله، هو شرك في بعد وفاته، يعني هل يحل الشرك في حياة النبي؟ إذا كان شركا هل الشرك يتغير مناطه في حياة النبي يكون حلالا وبعدها يكون حراما؟ لا أبدا. مناط التوسل هو المكانة، معنى التوسل أنه سبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، المسبب هو الله سبحانه وتعالى، حتى لو قلت بالاستغاثة. الاستغاثة التي هي ما هي؟ حديث الأعمى، إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربك بك في حاجة هذه لتقضى. طيب كيف النبي يقضي الحاجات؟ النبي لا يقضي الحاجات، الذي يقضيها هو الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب كيف تتوسل إليه؟ أنا أقول لك، من الذي يهب للناس الذكور والإناث بنص القرآن؟ من هو؟ من هو؟ الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. خليك معي الآخر، انتبه لي، من الذي ينبت الزرع حقيقة؟ الله ينبت لكم به الزرع. أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ إذن الذي ينبت الزرع هو الله جل جلاله. هذه الثانية، من الذي يتوفى الناس حقيقة؟ الله، الله يتوفى الأنفس. طيب تعال عد مرة ثانية إلى آية ثانية أخرى، الإنبات، قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والحبة تنبت، حبة أنبتت هنا، أسند الإنبات إليها، مع أن المنبت حقيقة في محكم القرآن هو الله. الله يتوفى الأنفس، هو المتوفي حقيقة. انظر، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور على الحقيقة، ويقول على سيدنا جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله، إذا لاحظ، الواهب حقيقة الله، المنبت حقيقة الله، المتوفي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. طيب مع هذا القرآن أسنده إلى غير الله تعالى، هذا يسميه علماء المجاز العقلي. حقيقة التوسل والاستغاثة كلاهما من المجاز العقلي، وإن كبر الوهابية، لأن هذا جاء بلسان عربي مبين. وقف الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني أمام القبر الشريف وقال أغث أمتك يا رسول الله، استسق لنا يا رسول الله. واضح هذا، الحادثة تجدها مفصلة برواياتها في أحداث سنة 18 في البداية والنهاية لابن كثير، وحكم على إسنادها بأنه جيد الحافظ ابن كثير. إذن هذا الذي حصل، النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته لا يضر ولا ينفع، ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع قطعا على سبيل الاعتقاد. أما هو سبب وثيق بلا شك، جعله الله تعالى، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالتوسل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة والجماعة سواء، وممن نص على ذلك تصريحا الإمام أحمد بن حنبل. فهذا الذي يقول لك هو بدعة وضلالة ويؤدي إلى الشرك أو هو الشرك، إنسان لا يعرف حقيقة المسائل،
لم يقرأ إلا لابن تيمية، وجعل على قلبه غشاوة وعلى عينه غشاوة، لا يسمع إلا من طرف واحد ولا يقرأ إلا لشخص واحد. طيب تعالوا نحل وسط مثلا، تعال يا وهابي نحل وسط من أجل جمع الكلمة، خلاص عندي جماعة جمع الكلمة يعني نشيطون هذه الأيام، ما رأيكم أن يعني نجعلها مسألة خلافية؟ إيش يعني خلافية؟ نقول أحمد بن حنبل ونحن على شاكلتي أخطأنا، اجتهدنا فأخطأنا، وأنتم اجتهدتم فأصبتم، وخلينا نأخذ يوم القيامة أجرا واحدا. لا يقبلون. طب لماذا لا تقبلون؟ لماذا تصرون على أننا مبتدعة ونحن اجتهدنا كما أنتم اجتهدوا؟ نعم عندنا الدليل الصحيح ماشي، نحن عندنا الدليل الضعيف، ها؟ ونأخذ أجرا واحد يوم القيامة. ما يقبل، ما يقبل. لماذا؟ لأن تنتقد قاعدة الوهابية أن اجتهادي صحيح لا يحتمل خطأ، واجتهاد غير خطأ لا يحتمل الصواب، وأن اجتهادي هو سيف أقطع به سائر الألسنة، ألسنة المجتهدين، عند ذلك ستكون وهابيا بامتياز. لا يا أخي، التوسل في حياته الشريفة وبعد وفاته كله جائز، بل قال العلماء إن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أرجى، والله قال أرجى. تعرف لماذا أرجى؟ قال لأنه لم يعد له تعلق بالبشرية، الإنسان في حياة البشر يتعلق يعني في طعام شراب حاجات كذا تجر الإنسان إلى الأرض تراب لأنه خلق منها، المنحة الإلهية التي هي الروح تتمحض تخلص بعد وفاة الإنسان. سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام هو جسد نوراني وقلب نوراني وكل حياة نورانية، لكن انقطعت ما كان يأكل ويشرب، كان يجوع عليه الصلاة والسلام ويشد الحجر، الآن ما عاد فيه تعلق بالدنيا، فقط تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فالتوسل به بعد وفاته أرجى عند العقلاء، والله بل إجماع العقلاء على هذا، الحكماء أجمعوا على أن الإنسان بعد الوفاة يكون أرجى من حاله بعد بعد. لماذا؟ لأنه لم يعد له تعلق بالأرض، صار تعلقه سماوي بحت. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نسأل الله تعالى بجاهه عليه الصلاة والسلام أن يصلح إخواننا الوهابية فيعودوا إلى الحق، إنه سميع قريب مجيب.